إذن على بركة الله مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين شوف تي في، فيلم كنتم مرحبا بكم معنا في بث مباشر من مدينة الدار البيضاء. كنتواجدوا في منطقة عين الدياب تقريبا، هذه دابا راه فتنا منتصف الليل، والأجواء هنا في منطقة عين الدياب لاحظوا معايا باقي الناس خارجين بالتزامن مع يوم الأحد صباح الإثنين عطلة كذلك. فمنطقة عين الدياب شاهدوا معايا انت راه ما ودادي ما والو، بعيد عليك تكون ودادي جيني. واخا ماشي من عادتي انني كنحاول انني كريتيك في الناس، ولكن بحال هاد النماذج خصك تهضر معاه. سير ما عندك ما يدار، شوف ما عندك ما يدار، سير قلب على شي حاجه ديرها، سير قلب على شي حاجه ديرها. اما حنا راه خدامين، سمعتي حنا خدامين. سير دور شويه، سير دور شويه، خف عليك راسك شويه. اذا كيف ما قلت لكم كنتواجدوا في منطقة عين الدياب، لاحظوا معايا الحدود هذه اللحظة هذه، باقي الألعاب، الناس باقا عايشة واحد الأجواء جميلة بزاف، الناس خلقة السعادة، يعني كاين واحد الألعاب. لاحظوا شوف شو هذيك اللعبة اللي حاطينها بها حاليا، خويا يوسف السلطان، عليكم السلام خويا، قلت اش واقع؟ لا ما واقع والو خويا، غير كنقلوا الاجواء هنا في منطقه عين الدياب اخويا، الناس باقيين خارجين بالتزامن مع يوم الاثنين عطله، اليوم الاحد الناس باقيين خارجين كيستمتعوا، عايشين الاجواء الحمد لله جميله. فبغينا ننقلوا هذه الصوره، هذه الصوره الجميله هنا في المنطقه هنايا، هذا الشيء اللي كاين اخويا. كما كتنقل شي حوايج كما كنقولوا فيهم موت، فيهم حادثه سير، فيهم هذه، ضروري انك كتنقل حتى الاجواء الجميلة اللي كيعيشها المواطنين. شكرا خويا يوسف سلطان، وتحياتي لك خويا العزيز، وتحياتنا للناس، الناس المتميزين والناس الواقعيين، كيعيشوا الواقعية. شكرا خويا العزيز، شكرا شكرا لك. حنا بالعكس خويا اللي كيتكلم معنا راه كنهضروا معاه، حيت دابا هذا خونا دابا يعني كون بغينا نديروا ليه داكشي ديال الدراري الصغار نبلوكيه ولا نمسحوا داك لي كومونتير، لا خليه سموه يقتلوش خليه هذاك. نرجع معاكم، تحياتي تحياتي اختي حنان كراشي، شكرا شكرا اختي، شكرا بارك الله فيكم. راه انتوما اللي كتشجعونا اننا كنتقبلوا دوك النماذج اللي كنهضروا عليها، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بالعكس حنا كنقولوا للناس اجواء، كاين اللي باقي مثلا باقي في هذا الليل مثلا كيقول في غنمشي، كيقدر يشوف على هذا الشيء هذا كيتشهى هاد الخرجة، هانتوما ما كيتمتعوش. شوف 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 هاد اللعبة كيديرها، هاكا كنهضر معاكم وحاطين التليفون يدو ليا، كنهضر معاكم وحاطين التليفون يدو. شوف هاد اللعبة هادي، شوف لعبة واعرة، الناس كيغوتو. عرفتي لازم باش نقرب حيت كاينة الموسيقى، راه شو حتى لهنا وكتسمع شوية الموسيقى، كاين الموسيقى راكم عارفين، الموسيقى شوية صعيبة. إذا هذه هي الأجواء هنا، أجواء رائعة. والله إلا كنهضر معاكم وحاضرين تفيا شي واحد التليفون، راكم عارفين. يا سلام، دابا هاد اللعبة هادي دابا خدامة، الآخرين واقفين، هادي اللي صعيبة، هاهي هادي هاهي، هادي اللي صعيبة، هادي صعيبة، صعيبة بزاف. أختي حنان شكرا، قالت لك شوف اللي ضركك بحيط ضركك بخيط. الله يحفظك، هادشي اللي كاين اختي حنان، بارك الله فيك اختي، بارك الله فيك.
خويا يوسف السلطان قال لك شوف تي في الله عمرها دار ستوقف مع الناس محتاجه وتوصل لهم اصواتهم. شكرا خويا يوسف السلطان الله يحفظك. والله ما كنعرفش هاد الناس دابا سبحان الله العظيم، راه ما كنعرفهمش، والله ما كنعرفهم وما كيعرفونيش. كنتواصلوا معهم غير من خلال اللايفات والحمد لله الميساجات كيوصلوا كيفهمونا وكنفهموهم. اما اللي ضروا راسو انت ولا مريض شويه بحال قبيله ديالنا لايف كنهضروا على الموضوع ديال كنا في هضره نولوا في هضره، كنا كنهضروا على الموضوع ديال داك البيدوفيلي، كنهضروا مع الناس مع شي مؤطرين وهادي، واحد مريض نفسيا كتدوي في الشمال وكتحاول تعالج واحد الموضوع هو كيعمم كيدير السمك كله في سله واحده، وهضرتو كيهضر ديما لابس نظارات سوداء وبحال هذاك النوع ما تهضرش معاه وما تخليش ما تناقش معاه كاع الموضوع، راه هو بحال هاد النماذج كنهضروا عليها دابا. كتقول لي الا ما عندك ما يدار سير ما تفرجش فينا، سير قلب على ما دير، سير قلب على ما دير. تحياتي للناس اللي كيتفاعلوا مع الناس الزوينين. كاب جوبي قالك السلام، علاش كاين شي عيد غدا واش ما كاين خدمه؟ لا خويا غدا الاثنين عطله ان شاء الله. راه ثوره الملك والشعب خويا العزيز كاين عطله خويا ان شاء الله. إذن هذه الأجواء هنا منطقة عين دياب، أجواء جميلة جدا، تلاحظوا معايا العائلات، شو الدنيا بقى عامرة، كل شيء خارج، كل شيء كل شيء كل شيء خارج، كل شيء خارج، كل شيء خارج. عبد الحفيظ قال لك خويا شوف تي في أحسن قناة في الجزائر، والله خويا عبد الحفيظ كنشكرك خويا على هذا التعبير الجميل وعلى هذا الشعور النبيل. حتى حنا خويا العزيز شوف احنا ما عندناش اخويا شي ازمه مع الشعب الجزائري الشقيق، بالعكس خوتنا احبابنا اصحابنا، فقط شي واحد الشير ديما اللي كيحاولوا انهم يخلقوا ديك الفتنه، علاش باش يغطيو على شي مشاكل عندهم هما، حيت الا خلاو هذاك الشيء الشعب غيدور جهتهم، هذاك الشيء علاش هما كيحاولوا يصطادوا في المياه العكيره باش ديما قال لك فرق تسود، هذا الشيء اللي كيخوى. شكرا لك. شنوف بلال شنوف قال لك فين هادي خويا؟ في عين دياب اخويا العزيز، عين دياب، عين دياب خويا بلال. شكرا خويا كابي جوبي، ما كاين حتى شي مشكل اخويا، مرحبا مرحبا. اذا هذه الاجواء، ها هي هذيك اللعبه غسالات، ملي كيعمروا هاد اللعاب فكي كيما نقول كيلعبوا مع دوك الناس، كاين المتعه، المتعه صراحه، المتعه المتعه المتعه. إذا على هذه الأجواء الجميلة غادي نودعكم على أمل لقاء بكم في بث مباشر آخر، كنبغيكم بزاف بزاف بزاف. يوسف سلطان شكرا خويا، تحياتي لهادشي اللي كاين أخويا يوسف. إذا إلى اللقاء.